أهلا، السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك يا رب. شيخنا، أنا مقيم في أوروبا في أحد الدول الأوروبية، وعندي أخي مقيم معي في نفس البلد، وهو ما عنده غير أنا وأنا ما عندي غير هو. وهو مؤخرا اعتنق النصرانية وارتد عن الإسلام. نعم بالله. وأنا بدي أعرف بعد إذن حضرتك الفتوى في علاقتي معه. أنا قريت على الإنترنت إنه ممكن إذا كان الأخ مرتد يجب قطع العلاقة، ومع العلم إنه هو ما عنده غير أنا في هذا البلد وأنا ما عندي غير هو في هذا البلد. السؤال، هل إذا أنت قاطعته قد يفكر في الرجوع للإسلام أو لا يفكر؟ نعم قد يفكر. خلاص قاطعه. عفوا؟ قاطعه. أقطع علاقتي معه. أي لأنه مرتد. قاطعه ونحن نؤمل على ما أنت تقول أن يرجع إلى الإسلام بالمقاطعة بإذن الله.